سقطت طائرة بين مدينتي الدوحة وأبو ظبي، ماتت فيها امرأة قطرية خلفت أولاداً صغاراً ليس معهم إلا مال يسير، فكفلهم عالم قطر وقاضيها في ذلك الوقت الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله، ونمى لهم هذا المال اليسير، فما تركهم إلا رجالاً كباراً مع كل واحد منهم بيت وما يقرب من 50,000 ريال، وهذا مبلغ كبير في ذلك الوقت. كان رحمه الله تعالى يلقب بأبي المساكين وأبي اليتامى، يحزن إن لم يجد فقيراً عند باب داره، يسعى في قضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم، وظف مناصبه الرفيعة التي تقلدها، فهو رئيس المحاكم الشرعية في قطر في قضاء مصالح الناس، وبذل وجاهته في الشفاعات حتى بارك الله له فيه وفي أولاده، فما توفي رحمه الله إلا وقد خلف رجالاً يسيرون مع أبيهم في ببان واحد. وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات، لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات. واذكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك، لا لك عند الناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواتٌ.